السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ مرحبا بكم في فلوج جديد، في نهار جديد. فتبسمت فرمى الفؤاد بحبها يبغي وصالا لا يريد. اليوم تنظن 14 في شهر واحد، 14 في شهر واحد، اليوم الخميس 14 في شهر واحد 2021. بغيت ناخذ ندير لكم واحد الفلوق صغير تعريف فيه. اليوم بغيت نمشي ندير واحد الغسيل للطوموبيل، وبالنسبه للناس اللي ما تعرفوش فين غسلوا الطوموبيلات وكذا، المهم كل واحد وفين المول. بحال دابا غسيل الطوموبيل داير بحال حله. دابا الانسان فاش اللي ولفتي تغسل عنده الطوموبيل هو بحال الحلاق اللي ولفتي يحلق لك شعرك، ما تقدرش تبدلو، صعيب تبدلو. ما هذا لا فعلا تحزيتي عليه اضطريتي لهذاك الامر. انا بالنسبه لي تغسل الطوموبيل في تقريبا مره حتى جوج مرات في الشهر، تقريبا في ديك ستاسيون شيل اللي كاينه في الخرجه ديال مدينه تمنصور. تنمشي عندو تنحط له الطوموبيل، تندير قهوه، تنشوف الامور كيف دايره، تنتمنى ما يكون حتى شي واحد، ما يكونش زحام، وما تيكونش فيها الزحام. يا العموم ما تيكونش فيها الزحام بحكم ان الناس قليل اللي تيجيو تما تيغسلو الطوموبيلات ديالهم. و تنتمنى بعدا داك السيد اللي تيكون تما كاين يكون بعدا اصلا. فالا انا ما كانش غادي نولي مضطر باش نمشي لبلاصه اخرى، ما عنديش ما ندير، ما عنديش ما للاسف. هادي لافيراي ديال تمنصور، لافيراي واحد لافيراي المسائل القديمة، أي حاجة قديمة كتكاين فيها. بالنسبة لستاسيون شال أنا غادي نوريها لكم، هي اللي كاينة في الخرجة. تنجي ليها تنحط الطوموبيل تتغسل، وكان تندير لها غسيلة، ندير قهوة وسخونة، تا القهوة سخونة، تا زعما الجلسة في القهوة سخونة، ماشي لأن كاين شي بلايص خاصك تعطيه الطوموبيل وتبقى جالس تحت شي شجره ولا شي حاجه، وانا ما تنبغيش تبقى جالس تحت شجره تتسنى حتى يغسل لك الطوموبيل. ايوا هذا المكان غادي تنتمناو باش يكون خاوي، ويكون بعدا داك السيد اللي تيغسل الطوموبيل تحت، بعض المرات ما تيكونش، ما تعطيوش شي نهار كون جي، وبعض شي جوج مرات جيت عندو تلقاه كون جي. لما كان غادي يمشي للطوطال، الطوطال فين تنغسل الطوموبيل. تنظن ما كاينش شتبان يا خاوي تما. اش تجاش لي؟ اش السلام عليكم، كي داير؟ بخير. اقول لي هذاك تيغسل الطوموبيل ما كاينش لافاج؟ واش لافاج؟ اش هادشي صاحبي اليوم الخميس؟ لا 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 ياك هاني هو اللي بغى ينتحر. بلا صوره اصلا علم. يلا الله يسر. السلام عليكم. الله يبارك فيك. لا وللاسف كيف قلت لكم هو ما كاينش حتى داك السيد. يلا انا جاي نوقف هو يقطع. واني تعرفوا ما الناس لا عمرها دار كلهم صحاب ولا ما عندهم شي مشكل. ايوا الان كيف قلت لكم بلومبي الخطباء، غادي نمشيو للستاسيون توتال، وتما ما كاينش الزحام. راه وقت بعض ما تيكون الزحام تيكون تيغسلوا شي كاميو كبير ولا شي حاجه. ايوا للاسف هادو تيغسلوها مزيان صراحه صحاب شيل، وايلي تبارك الله تيغسلوا الطوموبيل بداك الشرف حتى يدور بها مزيان وكذا وكذا. تاتو طال ما بيهمش، ولكن العموم هاد شال حسن. انا تاني بان ليا شال تيغسلو الطوموبيل، تيغسلو ليا الطوموبيل داك الشرف. غادي نمشيو لعند صحاب شال، عند صحاب طوطال عفوا. يالله ها الطريقة هادي راه وريتها ليكم قبل، وريت ليكم قبل الطريقة شنو اللي فايت ديز منها وفايت وري لكم. هذه طريق اسفي في اتجاه مراكش، ونحن الان نمر بجوار مدينه تمنصورت، على اليمين الشطر واحد وعلى اليسار الشطر جوج، وامامنا القنطره الحديديه الضخمه التي صرفت عليها اموال طائله من اجل ان لا يمر فيها اي احد.
والله ما تيدوز منا شي واحد الا شي واحد اللي بغى يحوق شي دري صغير ما شاء الله صافي. نفوتوا هاد الديناصور ونكملوا الحديث ديالنا. والحمد لله لي زابوني راه بداو لي زابوني تيكثروا لي فلوغ ان شاء الله غادي ندير لكم فلوغات متنوعين حكم الخدمه. راه غادي نحاول نوفق بين الخدمه ولي فلوغ. صراحه هاد الجو ديال لي فلوغ عجبني صراحه انه الناس كاين شي وحدين كاين تفاعل كاين الناس اللي تتفاعلوا مع دابا راه يلاه درت الكمامه بحكم قربت البراج ديال الجندارم قلت لكم هاد البلاصه هادي فين بيديروا الاخرى ديك القنطره الاخرى قنطره التخمل العظيمه. قلت لك هنا كاين واحد شويه ديال التفاعل تنتمنى من الناس اللي ما دايرينش ابوني تابونا واللي يعجبو الفلوق والمحتوى يدير لايك مرحبا واللي عنده شي اقتراح ولا شي كومونتير يدير الكومونتير. يلا نتلاقاو ان شاء الله في ستاسيون شال دابا قرب البراج ديال الجندارم كيف تعرفوها ممنوع ممنوع التصوير ديال البراج. نفوتو البراج ان شاء الله ونعاودو. والان راه دزنا البراج ديال الجندارم وقفوني كاكو ريقات قلت لي انا من صحابكم ديال الدمنصور كذا سقا السيد منهم تنعرفو. المهم هذيك مساله روتينيه ضروري ما خصك مرا تيوقفوا عليها يوقفوا عليها يوقفوا عليها المهم راهم ما تيعرفوا اش يديروا خدمتهم هذيك. هناك سياره اسعاف تريد ان تمر دوزي على دوزي هاتم الله يعافينا ويعافيكم عطينا الطريق دازت. والمهم نتلاقاو ان شاء الله في الدخله ديال ستاسيون توتال. ونحن الان لقد اقتربنا من ستاسيون توتال ستاسيون المشهوره في طريق دمنصورت. سوف ناخذ اقصى اليسار من اجل الدوران المحوري. الان هذه هي ستاسيون توتال من اجل غسل السياره. نتمنى الا يكون هناك العديد من السلام عليكم شيخ غسيله صاحبي دخل عليه واخا الله ياك ما كاينش واحد سابقني لا لا اله الا الله الله يحفظك بارك الله فيك. السلام عليكم. واش الحمد لله ما كاينش شي واحد خاويه قديو الغرض وصلوا الطوموبيله ودي سعيد الله خير. سيارة مكرفصانية مسكينة تعطلت عليها هاد المرة تعطلت نيات ديال المعقول مكرفصة مع الشتا وما تيطلعو الدراري تا هما الصغار ولادي يطلعو انتو مكرفصة شوفي ايوا لله ما وحبيبنا أوصى فهي رددوا يا رب صل على الحبيب محمد. كرفصة شوف كرفصة مسخنيت غازلتها فتبسمت فرمى الفؤاد بحبها قبيلة ما تجي تنريح هنا تحت الطوموبيل تتغسل في اللافاج مني على شتي ستاسيون توتال داك الشهر فيه ما كاين لا مشاكل لا خدين سنوات كريسي هنايا اخد شي كريسي يجلس مع راسها سوي تي تيكمل لي هداك السيد لوكسي ديال بدا خدام في سيدا بدا خدام في اسبيراتور لان هذاك تيفير الغبره ما نقربش لها حتى يكمل هو تيبدا في المسائل ديال وكي قلت لكم دابا بالنسبه للافاج احسن حاجه تجيب لها شي واحد بحال هكا قهوه هو بيجيب لنا قهوه ندير له قهوه وديك الساعه ندير الله خير
بالنسبة للناس اللي ما تيجيوش هاد ستاسيون ما عمرهم جاو ولا ستاسيون زوينة صراحة تجي تترياح كاين هاد ديال الألعاب هاد المرة تنجيب بنية صغيرة لهنا تلعب شوية وفي الصيف راه كاين بلاصة فين تجلس ليه تحت في الظل كاين هاد لي باراسول ارتيزانال شتيهم ديال الدوم ما تيقول لهم الدوم هو ماشي الدوم هذا بحال الحلفة وبالنسبة للستاسيون توتال اللي مزيان فيها هو كاين هذاك القهوة بعدا ديال بونجور هي فيها اللي مزيان فيها هي ان المازوت ديالها مزيان المازوت ديالها زوين داك الشيء فيها انا في المازوت تنديرو هنا وريني الغسيل تنديرو في الشارع بالنسبة للفيدونج الفيدونج احسن حاجة هي تاخد الزيت ديال الشيل لما لقيتيش ديال الشيل عاد خد ديال توتال ديال توتال هي التالية اللي تابعها بالنسبة لي انا كنهضر كتجربة ديال مود دفء السيارات وفيدونج تقريبا تنديرو كل شهرين شهر ونص شهرين ماكسيموم 3 شهور يعني الفيدونج تنديرو بالزيت ديال الشيل من غير شيل راه كاين توتال من غير توتال رجع لشيل تاني هادو هما اللي عندي انا بالنسبة لي سينو راه ماشي عندو باش نقول ليه اعطينا شي يجيب لي قهوتي هادي هي تعطل عليا اللهم ندير نجيب القهوة ديالي صافي اخا بدر اسي بدر اسي بدر تلاقينا مع السيد صاحبنا تا هو خدام في الستاسيون باش نجي القهوة وخدام في اسمو في الكشفية الكشاف غنشوفو صاحبنا ديال القهوة واش بغي يعطينا شي قهوة دابا ولا جيت لقيت هاد الكرسي هذا ام كلاصي يا اخواني نمشيو نجيو من الداخل هاد الكرسي هذا بعدا سخون شي شوية وفيه الكاليطا علاش تجلس اشاوت اشاوت سخون بسم الله قلنا لي جبنا قهوتنا كي لا تتعطل من فضلك قال لي لن اتعطل يا اخي قلت له لا سير الله يسخن لان بغينا نشربوا قهوتنا السيارة لا زالت في المغسلة لا لا الله يعاونكم اخواني اخواتي لا زالت السيارة في المغسلة لا زالت في كتفكم السيارة في المغسلة وانا الان سأبدأ القهوة في وجهك هو سيكسون عصادة هو عصادة قال يسيدي له هو ثمان كما ترون 10 دراهم أراد أن يستمتع بجمال صباح المشرقين كيف قلت لكم الإخوان دابا عندكم فكرة على طريقة باش بالنسبة للقهوة أنا درت لكم واحد السيستيم باش نوريكم كيفاش نشرب القهوة ديالي تناخد نص طوبة هي تندير كي تيشرب بلا فهمتي ومن بعد تحرك القهوة ديالي دابا كاين اللي بغا يدخل في الأجواء الناس اللي عزيز عليهم القهوة نورمال هادي نورمال طالعة شوية شي هادي دابا تنقول لها حنا نورمال طالعة هيا بعد ذلك نقدم كل شيء هذا الشيء سالينا منه ثم نبدأ بالصحة والراحة سانك ما عندي موضوع شهر عشر مرة نجغمو هاي السيد طالع فوق الريزو شتيه قدام مسكين شو الريزو شتيه شال هذي
طالع دابا هو تقريبا الربع ديالو ولا التوليت غادي يطلع حتى للفوق تيري جلس دابا شي كان شي حاجة ولا مكانش ما عرفوش يبان لكم ولا لا راه هو هذاك اللي واقف في وسط الريزو طلع كان هابط من الفوق ما شفتوش انا حتى ما عرفاش هي رجل تماك وكل واحد كيكتب لي الله ياكل الخبز الله العظيم يكتب لي الله ياكل الخبز فوق السماء واش يكتب لي الله ياكل الخبز فوق الارض واش يكتب لي الله ياكل الخبز تحت الارض هادو تيحفروا الفوسيات تيحفروا الجبال تيحفروا الويدان تيحفروا البيار كل واحد كيكتب لي الله ياكل الخبز ايوا ما شاء الله الله يسهل على الجميع هادشي اللي يقول لا خلص سبحان الله العظيم مول هذيك الطوموبيل كات كات جا بلا نوبة بلا والو جا دخل قال لي رش لي الطوموبيل بالماء ضربها لي بالماء الطوموبيل قدامها كتغسل هو بغا يجي يضربها بالماء من تما عاود يوسخ الطوموبيل اللي قدامها بلا نوبة بلا والو يجي يضربها داك الشيء خلص 5 دراهم ولا 10 دراهم شي حاجة ولا لا كل واحد كل سبحان الله العظيم بالراس صراحه كون جانا من مورا الطوموبيل عندي ما تخليهاش نقول لا هذا الطوموبيل كتغسل تجي انت تفسي انا مزروب تاع انا ولكن الانسان كل واحد العقليه ديالو واش شحال ديال التراب نزل منها شوف شحال ديال التراب هذا ورا الغضب ديال التراب اللي نزل منها الغضب كنمشي مع الشتاء وكنمشي في برا عاد تضربات في الصابون تضربات في الماء في الاول عاد تعاودات في الصابون دازت دابا راه الصابون عاد يعاودها بالكارشر ما ضرباش من الله يا قربة دابا داز الصابون دارت هذا مال ديك الفراشة ديالها داز دابا الصابون قريب ان شاء الله الكارشر سيدي خدم شي كملو قهوتنا خلو سيدي يخدم على خاطرو وما انتم شفتوا العروسة قريبة تخرج من الحمام الدوش يلا نكملو قهوتنا يلا بسم الله انتما طرني هاد القضيه هادي ديال لافاج اللي تي تكون شي واحد تيغسل الطوموبيل تا تيجي شي واحد يضربها غير بالماء وهي منتشر عندهم ها هو جدا بهذا وبلاصه وكاع تيبيع الدجاج هذا دابا بلاصه من ورايا الطوموبيل قربت تكمل وجا دابا خصو يضربها يرشو بالماء عاوتاني عاود الطوموبيل عندي ما شاء الله بين الاخطاء اللي تيديرها لافاج وصافي خطا فادي خص يكون يديروا بلاصه ديال التيو وبلاصه ديال لافاج ما باش يدير انسان واحد تيغسل الطوموبيل تي ويجي واحد تي الدجاج يعاود يضرب ليه الكمية ديالو ولا سميتو تهز داكشي يدخل قيس الطوموبيل ما شاء الله انا متفقش مع هاد القضيه
الطوموبيل ديال الجيه جا الكاميو بلاصه باش يهضر ليه. كنت فوت شويه كون عمر شحال من طوموبيل شد الاسم تاعي هذيك البلاصه كاع اللي كاينه في ديه شادي النوبه. كنت فوت بشوي بابا جيت انا من 7 ولا 6 هاك سيد مو كامي ما خليتش يضرب ليه الكاميو قلت له ديت كميه الطوموبيل عندي عاد ضرب ليه الكميه ديال الدجاج بالماء. دابا غادي تسنى شي كميه الطوموبيل عندي وحيدة عاد يدوز ليه هو بالماء. ترى كاين الناس اللي تيجيو تياخذوا بلا ما تياخذوا قهوه تيجيو سير في الجوبه حتى تيكمل ليهم تجي كمل ليهم الطوموبيلات ديالهم. كاين الا ما بغاش يتقهوى بنادم حيت بحكم انت ناخذ قهوه في الصباح ضروريه اللهم تاخذها تاني ضروري. هيا العروسة خرجات هيا نقية تبارك الله شمت دبوك راه كذا راه كذا هيا خرجت من الحمام وشات مع راساتها سالينا لافاج هاي السيارة هي تهوات ايوا مشات جيتي مع الواد وبقيت انا مع الواد الجواد مرحبا بكم. والمرأة تغسلت مزيان برا تهوات اش لاكارت الزكر ديال الطوموبيل ايوا كيف قلت لكم دابا راه كملت كملنا لافاج ديال السياره. المهم رافقتوني في هاد بضع دقائق دابا راه غادي نضربوا على الضريبه تاع الخدمه. وكيف قلت لكم هاد القضيه هادي ديال فاش تغسل الطوموبيل في اسمو في لافاج عندها بزاف ديال لي زافونتاج في لافاج ديال الستاسيون ماشي ديال اسمو عندها بزاف ديال لي زافونتاج. اولا الكونفيونس والناس معروفين و انتم والله الا خليت فيها الصرف ما بقاش حتى هذيك ما كاينش اللي يقيسها والله الا بقى الصرف هنايا ما كاينش اللي يقيسها حتى هذوك الصراحه ما كاينش ولكن كيكون بعض المرات شي واحد ديال مؤقت ولا شي حاجه. المهم انا تعجبني نغسلها في ستاسيون ستاسيون خاصه بهذاك الشيء والما عندهم البير الماء ديال البير ماشي الماء ديال الروبيني. الماء ديال الروبيني فيه شويه ديال التبدير باش تغسل بالماء ديال الروبيني ما كاينه معنى والله سهل الجميع. حتى هذوك راه خصهم ياكلوا خبيز الناس اللي متفقين يمشيو يغسلوا في البلايصه ديال لافاج عادي ديال فست الديور بصحة وراحة. الناس اللي عزيز عليهم يغسلوا في ستاسيون تا هما بصحة وراحة ما يمكنش حنا نخيبوا هذا ولا نخيبوا هذا. غير كان انا قلت لكم وجهه نظري غادي غالبا الناس اللي عندهم في وجهه نظرهم تيغسلوا في الطوموبيل في المحلات ديال عاديين ديال اسمو راه عندهم تا هما لي زارغيمون ديالهم عندهم علاش تيمشيو لتماك. هنا انت درت قهوه وجلست تسنيت باش تقول لي بشحال 30 درهم بحال سولتو قال لي 30 درهم طبعا الحال ما تعطيش 30 درهم بحكم كانت موسخه بزاف زدتو على 10 درهم زايده هي 40 درهم صافي بليس 10 درهم ديال القهوه هي 50 درهم غسلتي الطوموبيل وتقهويتي ب 50 درهم هادشي اللي كاين. المهم هذه كاشاره ودابا العوده الى تمنصورت عندي شي غرض ندير مع حسين تما كيف القهوه قديم مع شي غرض هذا ما كان. المهم مشات جيتي مع الواد وبقيتهم بقيت انا مع ولاد الجواد نتوما وسهلا للجميع اللي ما بغابونيش يتابونا واللي ديروا لايك كومونتير. دابا وصلنا للبراج ديال طوم صورت سلامة الله يعاونكم. السلام عليكم.